الدين الشيخ موني مستشار بجامعة عين شقاف بحزب أصالة والمعاصرة. بالنسبة شكرا للأخ فازليوز. بالنسبة للنقاط اللي غنتكلم فيها، هناك محورين. المحور الأول هو ديال الدورة اللي انعقدت في شهر ماي التي مرت في جو نعتبره عادي، رغم بعد التدخلات اللي كانت من طرف الإخوان واللي نبهوا فيها الرئيس على المشكل ديال استعمال السيارات خارج أوقات العمل ديال الجماعة. وبالنسبة للإنارة العمومية التي كتعرف واحد الخروقات خطيرة جدا، لأن هناك استعمال السيارة خارج أوقات العمل. خارج أوقات العمل، وعندنا الدليل، وعندنا وراه كنا نبهنا الرئيس وطلبنا من السلطة المحلية باش تسجل ديك هاد الخط اللي كاين. وبالنسبة للنقطة الثانية هي ديال الأعمدة وديال الإنارة العمومية. يعني هناك عاوتاني خرق خطير جدا، لأن البولات ما كنعرفوش، لأن حنا متعاقدين الجماعة متعاقدة مع يعني مع شركة اللي ولا نقولوا المقاول اللي غيعطيها البولات، في حين أن بعض الأشخاص خارجين عن الجماعة كيجيبوا البولات ويديهم للناس هناك في شي دواور وفي شي دائرات أخرين. كاين اللي كيبيع هذوك البولات الساكنة، كيبيعهم للناس بواحد الثمن. البارح الناس قالوا لي تباع. والمسألة الثانية ديال تواجد بعض الإخوان من حزب العدالة والتنمية اللي كيجيو للجماعة وكيعطلوا السير العادي للجماعة، لأن المواطنين كيتشكاو والموظفين كيتشكاو، لأن ما عرفناوش هذوك واش موظفين واش كيجيو للبيرويات ديال الجماعة، وراه حنا نسجلوا هاد الفروقات اللي واقعة. هناك مسألة ثانية، ولكن واش تتفقش معايا أن الزيارة ديال واحد من عدد 100 أو واحد من استقلال الإدارة، يعني زيارة ديال مواطن الإدارة، واش الزيارة ممنوعة على البيجي؟ زيارة مرحبا، ولكن باش تكون من الصباح حتى العشية وتكون بواحد الكثافة ونجيو نلقاه جالس مع موظف وكيفتي على الموظف، هذا راه خرق. حنا ما كان الزيارة مرحبا للجمعيات، لأن يعني الدستور عطيهم الحق ديالهم باش يجيو يشوفوا المعلومة ويشوفوا شنو سميتو، ولكن باش يجي ويضل في الجماعة ويشوف اللي خرجت واللي دخلت ويخرج مع موالين سميتو، هذا راه خرق. لأن ما هذا الخط واش ناقشتي في الدورة؟ لا ما ناقشناهاش، ولكن ناقشنا النقطة ديال السيارات. حنا السيارة ديال البولات شكون الشركة اللي واخداها؟ شكون هي؟ واخدو مقاول، في حين انه كيتوزع من طرف اشخاص، من طرف بعض الاعضاء، من طرف بعض الاشخاص كيمشيو كيوزعوهم للديور، كيعطيوهم كيركبوا البوطويات. ماشي المقاول اللي شد الصفقه هو اللي كمل، الاشخاص هما اللي كيركبوا البولات. لان في دفتر التحملات بان الشركه المقاول هو اللي خصو يركب هذه العمليه. وطرحنا السؤال على الرئيس وما جاوبناش عليه. والنقطه الثانيه اللي هضرنا عليها هي ديال الاعمده ديال الناس اللي ما عندهمش سميت، صيفطنا كحق دستوري بغينا المعلومه، ما جاوبناش الرئيس عليها، صيفطنا له كتابيا، ما عطاناش اللائحه ديال الناس المستفيدين، في حين انه هذوك البوطيات اللي كيتعطاو للناس اللي ما عندهمش، الناس اللي محتاجين، الناس اللي كيقريو ولادهم في الشمع في عين شقاف، وكيتعطاو للناس اللي عندهم فيلات وشاريين الفيلات وكيجيو من السبت والحد. وانه القانون كيقول لنا بان 50 متر كتعطى لواحد بوطو كل دار، في حين انك لقاو ثلاثه د البوطويات كتعطى، والدليل على ذلك هي دوار ولاد كير السيد اللي اعترضوا، تعطاتو اربعه ديال البوطويات واعترضوا تردموا ديك الاخرات، السيد مسجل رغم انه السيد لاباس عليه وعطاوه البوطويات. نعم، شنو النقطة الأخرى؟ النقطة الثانية هي ديال الدعم الجمعيات، وبخصوص في هذه الفترة، لأن حنا مقبلين على انتخابات 7 أكتوبر. الجمعيات تستفيد من دعم من الجماعة وشراكة من الجماعة، وجمعيات تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والدليل هذه الجمعيات قامت بمهرجان الطيف
نصف ماراثون، الجمعية الرياضية اللي كان هاد النهار فيها نشاط ديال الرياضة. هادو كلهم هاد الجمعيات ينتمون إلى العدالة والتنمية، وبالدليل وبالدليل والبرهان. نعم. إسكو شنو باش تقطع غير أسماء الجمعيات اللي استردت؟ عندي غير الأنشطة، نعطيك بعض الجمعيات. الجمعية التشجيعية الرياضية اللي استردت من النهار من التغذية، هذا حضر المال العام. ما يمكنش جمعيات تنتمي الى العداله والتنميه ونجيو نديروا بها حمله انتخابيه سابقه لاوانها. بالنسبه للجمعيه ديال مهرجان الطفل، راه الاخ مول الجمعيه راه عضو نشيط في حزب العداله والتنميه. الناس في الماراثون اخ راه نفس المشكل، راه في الشبيبه ما نذكرش الاسماء لان احتراما للاشخاص ما نذكرهمش. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي ديال التكافؤ والفرص، لجنة التكافؤ والفرص. إذا تلفت إلى بخصوص الجمعيات أن هناك دعم موجه فقط للجمعيات اللي التي تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. نعم. ونطالب السلطات المحلية والإقليمية. نعم. تدخل. لأن يعني هذا خرق للقانون، لأن يعني الجمعيات تستفيد من الدعم ديال الجماعة وهي تنتمي إلى الحزب الحاكم، وخصوصا في هذه الفترة الانتخابية. إذا النقطة اللي نقطة ديال تكافؤ الفرص. هناك استداء جمعيات أو تاني ديال العدالة والتنمية، وبعض جمعيات تنتمي إلى المكتب المسير. من سميته. ثاني حاجة أن هذه الجمعيات عوض ما يديروا لجنة تكافؤ الفرص، في حين أن لقينا ثلاثة ديال المرات وهما كيديروا اجتماعات ومازال ما حدوا اللجنة اللي ديال تكافؤ الفرص. لأن التماطل وكيسميتو باش كيستافدو من ديك الحملة السابقة لأوانها. نعم. وتستفيدوا من الأغذية من التغذية، وهذا هضر للمنع. نعم. الآن شنو هي الرسالة ديالك مرة أخرى في الاستضافة الثانية ديالنا ليك؟ الرسالة ديالكم للرئاسة من موقع المعارضة. أنها تتعامل مع المواطنين سواسية كما كان في الدستور، والجمعيات سواسية كما هي في الدستور. ماشي هذا كينتمي إلى الحزب الحاكم نتعامل معه، وهذا ما لا ينتمي ما نتعاملوش معه. حنا الدستور ديال 2011 كيقول المغاربة مواطنين نتعامل معهم. هذه الرسالة ديالنا لسعادة الرئيس، وكنطالبوا السلطات المحليه تفتح تحقيق على دعم الشبكات التي تتلقاها الجمعيات ديال العداله والتنميه من طرف المجلس الجماعي لجامعه عين شقيق. المساله الثانيه، نطالبوا بالاخوان اللي يجيو للجامعه انهم يعقلون السير العادي للجامعه وللموظفين، ان السلطات تدخل وتهيد. وبالنسبه للسيارات ديال الجماعه نطالبوا، حنا هذا نطالبوا ان السيارات سالا وقت العمل خصها تسميتو، ماشي نمشيو نديو ولادنا للمدرسه. راه كاين اللي كيدو للمدرسه كتستعمل الحزب الاغراض الشخصيه كتستعمل. هذه هي رسالتنا، وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا.